Uno. وقفتنا اليوم بدأ بخصوصي بدأ بلجنة التنظيم ولجنة التخطيط تطالب بأبسط حقوق اللي هي حقوقنا. صرنا 20 سنة عم نناضل لحصلنا 400 متر لأولادنا مشان يعمروا فيهم، حوالي 750 محضر. بنتفاجئ بس تعملوا خريطة هيكلية مش ضمينهم لغينهم، قال هودي لشمرات تبع وحماية الطبيعة، هودي لا ورثناهم عن اهلنا ابائنا واجدادنا بنورثهم لاولادنا. فيش مجال هالجحيف والظلم هم نقبلوش، هالارض النا بدنا تتدخل بالخريطه الجديده وغير هيك ما بنقبلش. اي حافظ الخريطه الشامله اللي انعملت لمجد الشمس هي عباره عن حاله بس بتفرز الحاله الطبقيه الاقتصاديه بالبلد، وبالتالي حرمان الناس من مشروع أوقاف مجل شمس اللي تم بتوزيع محاضر عمار ما يقارب 750 محاضر عمار مثل متفضل الشيخ. هذه المحاضر استثنتها هذه الخريطة ومش داخلة ضمن الاستراتيجية السكنية لأهل مجل شمس، وهذه الحالة نحن وقفتنا اليوم هذا استنكار لهذا العمل، وهذه بداية الاستنكار وبداية توجهنا نحن لكل مؤسسة بإسرائيل بدها تخطط استراتيجية سكنية لأهل مجد الشمس بدون علم الناس وبتغييب الناس، نحن بنرفضها بشكل قاطع وتام. مهندس محترم تفضل كمل. نحن كمان مرة وقفتنا اليوم ضد الخارطة الشاملة اللي نزلت، اللي هي بتغيب محاضر الوقف اللي منشغل عليه من قبل ما يقارب 23 سنة، وتغيبت هذه المحاضر عن الخارطة الشاملة. طلع أولادنا ما يقارب 500 محضر عمار برات هذه الخارطة لا تشمل، وهذه أزمة سكنية بدها تؤدي بأولادنا للهجرة من هذه البلاد. وحتى عدد المحاضر هني 750 محضر عمار، ففي تجاهل لهذا المشروع اللي اشتغلت عليه مشايخنا المرحومين والطيبين منهم. في تجاهل 23 سنة، هذا التجاهل نحن بنرفضه من أي مؤسسة. وقضية وجود ما يسمى سلطة حماية الطبيعة ولا أرض ما يسمى المنهال أو يعني دائرة أراضي إسرائيل، هذه الأرض ملك أبائنا وأجدادنا، ما منتنازل عنها لا لحماية الطبيعة ولا لدائرة أراضي إسرائيل. هذه أرضنا كانت وبتظل وبدها تبقى هيك. الله حي أصلك يكون عافية. خلينا هيكم لازم نهمك انا شريك كتر خير. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. سلم بيت.